حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نخصصها لمناقشة دعوات إخلاء السجون والمعتقلات الخاضعة لسيطرة أطراف الصراع في اليمن تحسباً لتفشي وباء كورونا في البلاد. دعت منظمة سام للحقوق والحريات كافة الأطراف في اليمن إلى إخلاء سبيل جميع المعتقلين في السجون في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا. وطالبت المنظمة في بيان لها ميليشيا الحوثي وميليشيا المجلس الانتقالي التابع للإمارات والقوات التابعة للحكومة الشرعية بإخلاء سبيل جميع المعتقلين في السجون في ظل الأوضاع السيئة التي تعاني منها السجون وافتقارها للشروط الصحية والإنسانية، الأمر الذي يهدد حياة المعتقلين. وأكدت المنظمة أن الوضع في اليمن خطير وينذر بكارثة حقيقية إذا تفشى المرض، خاصة وأن هناك المئات من المعتقلين يعانون من الأمراض المزمنة والخطيرة. ودعت المنظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي ومنظمة الصحة العالمية للتحرك العاجل في الضغط على أطراف الصراع في اليمن للإفراج عن المعتقلين وتحريك مبادرات إنسانية عاجلة بهذا الشأن. فما هي السبل الممكنة والمتاحة لإرغام الأطراف على إطلاق سراح المعتقلين؟ وهل يمكن أن تطلع الأمم المتحدة والمبعوث الأممي بدور في هذا الاتجاه؟ ولكن قبل الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش. بين حيطان السجون يموت المعتقلون والمخفيون قسرا آلاف المرات خشية تفشي وباء كورونا في البلد الأفقر بالجزيرة العربية. وضع ترجمته منظمة سام للحقوق والحريات في بيان لها إلى تحذيرات تستبق تفشي الفيروس المتسبب في فوضى عالمية لم تصمد أمامه أنظمة صحية متماسكة في معظم دول العالم التي لجأت بدورها للإفراج الفوري عن السجناء. لا يوجد نظام صحي في اليمن يمكنه التعامل مع الكارثة المحتملة، ويسوء الوضع في السجون والمعتقلات المفتقرة أساساً في الظروف العادية إلى المقومات الصحية اللازمة، وهو ما يهدد وضع السجناء. تحتجز ميليشيا الحوثي وقوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات والقوات التابعة للحكومة الشرعية المئات من السجناء والمحتجزين، الكثير منهم يعاني من مشاكل صحية كبيرة ومعقدة لا تحتمل أي تفشي جديد للأوبئة. هذا الوضع جعل منظمة سام تؤكد على ضرورة أن تبدأ أطراف الصراع في الإفراج عن المعتقلين قبل تفشي الوباء الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بالوباء العالمي. تعود المنظمة للتحذير أكثر بأن الوضع في اليمن ينذر بكارثة حقيقية. في المقابل كان السجناء يحثون ذويهم على التوقف عن زيارتهم في السجون ومراكز الاحتجاز. تشير المنظمة إلى أن الوضع الحالي للمعتقلين لا يجوز أن يخضع للمزايدات السياسية أو الحسابات التفاوضية، وإنما فقط للجانب الإنساني. والدعوة هذه المرة لم تقتصر على أطراف الصراع، بل امتدت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية للتحرك العاجل لإنقاذ المعتقلين. ويبدو أنه من الصعب أن تستجيب ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للإمارات لهذه الدعوة، وما يحضر أمام السجناء تلك المشاهد التي خطفت أرواحاً منهم قبل عامين بسبب وباء الكوليرا، وهو وباء قد يكون أرحم عليهم من نظيره المستجد كورونا. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من فيينا مدير منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي، كما ينضم إلينا من مأرب الصحفي عبد الباسط الشجاع. وأبدأ معك عبد الباسط، في كل أزمة يقال أنها تحمل في طياتها فرص كثيرة، لماذا لا تكون أو يكون إعلان كورونا كوباء فرصة لإنقاذ حياة الآلاف من اليمنيين في المعتقلات؟ حياك الله أخي الكريم وجميع المشاهدين الكرام، والشكر الكبير لمنظمة سام للحقوق والحريات وبقية المنظمات الرائدة التي تعمل لتعزيز حقوق الإنسان وتقف مع المظلومين دوما في اليمن التي تشهد حرب منذ 5 سنوات. بيان منظمة سام والنشطاء الحقوقيين الذين دعوا يعني الأطراف اليمنية وخاصة ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء وميليشيا الانتقالي أيضا في عدن، بالإضافة إلى بقية الأطراف بخصوص
وهو قرع الجراس الخطر بخصوص المختطفين والأسرى الذين يقبعون خلف هذه السجون. للأسف يعني لم يكن هذا الوباء هو المهدد الكبير فقط لهؤلاء السجناء، بل هو خطر كبير يعد، لكن يعني هناك 180 بحسب بيان رابطة أمهات المختطفين من ماتوا تحت التعذيب خلال الخمس سنوات الماضية، وهم مختطفين مدنيين سواء كانوا في سجون متفرقة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي. هذا عدد مهول جدا. أيضا إلى بقية المختطفين الذين يموتون ويتوفون بعد الإفراج عنهم جراء التعذيب الذي طالهم داخل هذه السجون. المختطفون ورقة إنسانية للأسف حولتها أطراف الحرب إلى ورقة سياسية، وخاصة ميليشيات الحوثي التي تحتمي للأسف وراء هذه الورقة الإنسانية وتدفعها نحو للأسف المكايدات السياسية واستخدامها ورقة سياسية في التفاوضات الأممية، وأيضا من أجل جلب الاعتراف الدولي بها. وهذا يتطلب جهد كبير سواء من قبل الأمم المتحدة أو من قبل المنظمات الدولية أو المحلية، بخصوص الضغط على كافة الأطراف بالانتباه والإفراج على جميع الأسرى والمختطفين في سجونهم. سيد شاجع، وأنت كصحفي ولك زملاء صحفيون في السجون، كيف تجد الأوضاع هناك في السجون، وهل هي في مأمن من انتشار فيروس كورونا بين أوساط هؤلاء المعتقلين؟ الخطر الكبير الذي يهدد حياتهم، مثلا الصحفيون المختطفون يعني يعانون من أمراض مزمنة، 10 صحفيين، كثير منهم عبد الخالق عمران يعاني من تلف الكبد، أيضا أكرم الوليدي، بالإضافة إلى توفيق المنصوري، صلاح القاعدي فقد أذنه ويعاني أيضا من أمراض كثيرة. هؤلاء في حال يعني لا سمح الله إذا تفشى مرض الوباء الكورونا داخل السجون، سيكون وبال على مئات المختطفين، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة جراء بقائهم داخل هذه المعتقلات. المعتقلات هذه للأسف يعني مجردة من الرعاية الطبية، يحرمون من الرعاية الطبية. ميليشيات الحوثي، ميليشيات الانتقال أيضا تمنع نقلهم إلى المستشفيات وعرضهم على أطباء متخصصين. هناك مرضى أيضا يعني وجهوا من قبل الأطباء ومن قبل المستشفيات بخصوص إجراء عمليات عاجلة، لكن ميليشيات الحوثي لا تستجيب لهذه المطالب. نعم. يعني تمنع عنهم أيضا دخول الملابس الشتوية، الأدوية، تمنع أهاليهم من زياراتهم. إذن سيد، وهذا يفاقم الوضع ويهدد وجود وحياة مئات بل آلاف. إذن سيد عبد الباسط، هذه الأمراض وهذا الإهمال هو يعني مزمن، وقبل هذا التفشي لهذا الفيروس العالمي لا شك أن لمنظمة سام دوافع يعني جعلتهم يعلنون في هذا التوقيت بهذا الطلب للإفراج عن المعتقلين من كافة أطراف الصراع. إذن هنا نسأل السيد توفيق الحميدي. سيد توفيق، أهلا بك، ما دوافعكم في هذا التوقيت للمطالبة بهذا الإفراج؟ إذن نعود إليك عبد الباسط حتى نتمكن من التواصل مع السيد توفيق. سيد عبد الباسط، كنت تحدثني عن الأمراض المتفشية في أوساط هؤلاء المعتقلين في هذه السجون، ما السبل الممكنة التي قد تدفع أطراف النزاع إلى تحمل مسؤوليتها تجاه هؤلاء المعتقلين في سجونها بمختلف هؤلاء الأطراف؟ لو جئنا ننظر إلى الأطراف التي يعني للأسف تشرع أو تستخدم هذه الورقة ضمن عملياتها الحربية أو ضمن مشروعها السياسي، للأسف ميليشيات الحوثي هي
تقريبا تحمل الجرم الأكبر، بالإضافة إلى ميليشيات الانتقالي. للأسف كما قلت لك، يعني ليس الدافع فقط هو وباء الكورونا من أجل أن ننظر إلى حالة هؤلاء المختطفين. يعني لدى الغالبية من هؤلاء المختطفين قضوا 5 سنوات، وبعضهم 4 وبعضهم 2 سنين، يعانون من أمراض مختلفة، يعانون أيضا من تعذيب شديد يتعرضون إليه في هذه السجون. أما في حال يعني لو سمح الله تفشى الكورونا في جميع البلاد، سيكون كارثة وباء تتحملها هذه الأطراف، وبالتالي فإن أمام يعني هذه الأطراف مسؤولية أخلاقية وإنسانية كبيرة في مسألة يعني أن يجنبوا المقاعدات السياسية أو يعني مشاريعهم القتالية، وتجريب هؤلاء المدنيين الذين اختطفوا من منازلهم ومن مقار أعمالهم، وأن يفرجوا عنهم في القريب العاجل. إذا عاد إلينا السيد توفيق الحميدي. سيد توفيق، أهلا بك. ما دوافعكم في المنظمة لإصدار هذا البيان وفي هذا التوقيت بالذات؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم ولضيوفك الكرام. طبعا الدوافع التي دفعتنا لإصدار مثل هذا البيان هي دوافع إنسانية بحتة، إضافة إلى حالة الخوف والهلع التي سادت العالم بأكمل اليوم بما فيها الدول الكبرى. ورأينا الدول لديها من الإمكانيات الكبيرة جدا، ومع ذلك بادرت إلى إخلاء المسجونين والمعتقلين في سجونها وفق إجراءات معينة، سواء كانت هذه الإجراءات قضائية أو استنادا إلى القوانين المعمول بها في هذا البلد. لأننا الوضع الإنساني بشكل عام أو وضع السجون في اليمن بشكل عام بشكل خاص هو انعكاس طبيعي للوضع الصحي. إذا كان الوضع الصحي اليوم في اليمن وضعا متهالكا لا يستطيع أن يفي باحتياجات المواطنين في الحدود الدنيا، فما بالك بالمعتقلين. نحن كنا سابقا في منظمة سام أصدرنا تقرير بعنوان الموت البطيء، رصدنا فيه أو وثقنا فيه أكثر من 40 حالة، بينما الحالات تصل إلى أكثر من 100 أو 150 حالة داخل السجين لكثير من المعتقلين، أصيبوا بكثير من الأمراض والأوبئة بما فيها الأمراض المزمنة المتعلقة بالكلى والصدر والرئة والعمود الفقري إلى غير ذلك. وهذا الأمر أيضا هو ينطبق على نفس الشيء في السجون التي تديرها ميليشيات الانتقال أو حتى السجون التي تديرها قوات تابعة للحكومة الشرعية. وبالتالي أنا أعتقد أنه اليوم في ظل هذا الاصطفاف العالمي ضد فيروس الكورونا الذي لا يفرق بين أحد، وجب اليوم على الأطراف أن تبادر ولو من جانب واحد إلى إطلاق المعتقلين، ومن كان من هؤلاء المعتقلين أمام القضاء بإمكان أن يتم في ذلك الإجراءات المكملة، بمعنى أنه إما أن يتم إطلاقه والحجز في بيته أو يعمم للمنع من السفر إلى غيره وفقا للقانون. لكن اليوم نحن في ظرف استثنائي، ندرك الإمكانيات الصحية والمادية، ندرك تماما وضع السجون اليمنية حتى من 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 سنوات سابقة، نعم، حتى قبل الانقلاب الحوثي، فما بالك الآن في ظل هذا الانقلاب والشهادات التي استمعناها لكثير من المعتقلين في كثير من السجون صادمة. كثير من المعتقلين. إذن أنتم سيد الحميدي بدوركم في منظمة سام طالبتم بالإفراج عن المعتقلين خشية تفشي هذا المرض في أوساط المعتقلين في السجون. أعود إليك سيد عبد الباسط شاجع، يعني ما المطلوب من الإعلام والصحافة في هذا الصدد؟ ويعني أنتم كنشطاء، ما الذي تقترحونه من حلول لهذه المعضلة؟ دور الإعلام والمنظمات عليهم مسؤولية كبيرة تقف على عاتقهم في الضغط على الأطراف، يعني على الأطراف اليمنية سواء ميليشيا الحوثي أو الحكومة الشرعية أو ميليشيا الانتقالي، أن يمارسوا الضغط الكبير يعني وأن يستجيبوا للدواعي الإنسانية، وأن تكون هذه الكارثة الكبيرة التي لا سمح الله إذا حلت باليمن يعني هي اللافتة الكبيرة من أجل
يعني الإفراج عن هؤلاء المختطفين والأسرى في سجون. نعم. ستكون كارثة كبيرة في حال يعني إذا لم تستمع هذه الأطراف أو إذا لم تستجب للمطالب المطالب الإنسانية قبل كل شيء، وهو مطلب إنساني ملح بأن تستجيب هذه الأطراف من أجل الإفراج عن هؤلاء الأسرى والمختطفين، خاصة هناك كثير من المعاناة يعانوها داخل المعتقلات، كثير كما ذكرت سابقا يعني مئات توفوا جراء التعذيب، جراء الأمراض المزمنة التي يعانون منها. هذه السجون يعني تعاني من غياب تام للرعاية للخدمات الطبية، بل لأن بعض الميليشيات يعني تستخدم تعذيب المختطفين أو الأسرى بتفشي هذه الأوبئة وتفشي هذه الأمراض من أجل زيادة الأعباء والتعذيب على المعتقلين. وضحت الصورة. إذن أشكرك الصحفي عبد الباسط شاجع، كنت معنا من مأرب. وأعود إليك سيد الحميدي، أنتم طالبتم بالإفراج عن المعتقلين في ظل هذا الوباء المستشري في العالم، هل تتوقعون الاستجابة من هذه الأطراف وخصوصا الطرف الشرعية وهو الطرف المعترف به دوليا، وخصوصا أيضا في ظل استمرار هذا الصمت المرعب الذي نشهده في كل حادثة تحصل في اليمن سواء على الأرض أو سواء الآن على المستوى الصحي؟ أنا باعتقادي اليوم الأطراف جميعا على المحك، والطرف الذي سيبادر هو الطرف الذي سيكون هو الأقرب للمواطن اليمني وأقرب للجانب الإنساني. أنا أتمنى من الحكومة الشرعية اليوم المعترف بها شرعيا أن تبادر عبر وزارة الخارجية أو حتى عبر رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية أو حتى لجنة التفاوض أن توجه رسالة عاجلة إلى المبعوث الأممي وإلى منظمة الصحة العالمية وإلى الصليب الأحمر ولو كانت من طرف واحد، وتسعى إلى إطلاق المعتقلين لديها، خاصة الذين ليس لديهم تهم أو غير معروضين على القضاء إلى حد الآن بدرجة أساسية، وتتقدم بطلب مباشرة عاجل وسريع إلى القضاء بشأن المعروضين أمام القضاء، وتبادر من طرف واحد لإطلاق هؤلاء المعتقلين وفق آلية محددة، سواء كانت هذه خاصة آلية قضائية وإنسانية إلى غير ذلك، خاصة أن منظمة الصليب الأحمر والصحة العالمية بالذات لأنها القادرة اليوم أو تمتلك الإمكانية التي بإمكانها أن تقوم بفحص حتى المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم قبل العودة إلى أهاليهم دون أن يعني يكونوا مصدر للوباء إذا سمح الله إذا كان تفشى بصورة أو بأخرى يعني من هذه الناحية. وبالتالي اليوم الأطراف كما قلت لك اليوم على المحك، وأنا المفترض كما ذكرت أن الحكومة الشرعية هي الذي تبادر اليوم، كما قلنا إذا كانت هنالك دول كبيرة جدا قامت أو بادرت في هذا الأمر، فمن باب أولى الحكومة اليوم في ظل هذه الوباء أن تبادر إلى إطلاق المعتقلين الذين لديها كحسنية ومبادرة من طرف واحد، وتبعث برسالة عاجلة إلى الأطراف المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بهذا الشيء. إذن سيد الحميدي، أنتم في بيانكم طالبتم أطراف عدة بالإفراج عن المعتقلين، إذن لا سمح الله في حال وصل هذا الفيروس وهذا الوباء إلى البلاد وليس ببعيد هذا الشيء، من يتحمل مسؤولية هذا؟ طبعا اليوم بعد هذا البيان وبعد هذا التحذير وبعد هذا الإنذار وبعد ما يشاهده من العالم سيصبح كل طرف يتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة، لأنه في النهاية ستتحول إلى كارثة وطنية. عندما نتحدث اليوم عن المعتقلين اليوم نحن نتحدث عن اكتظاظ، نتحدث عن منشآت غير مهيئة، نتحدث عن انعدام صحي، وبالتالي سيصبح هذه السجون إلى مصدر من مصادر الوباء، وربما إذا تم الإطلاق فيما بعد أن يتفشى هذا المرض إلى كل أسرة إلى كل بيت وتتحول إلى كارثة يمنية. إذا كنا نحن اليمنيون عانينا من مرض الكوليرا ولم نستطيع القضاء عليه وظلت الأمراض تتفشى تباعا خلال الخمس السنوات، وهنالك تقارير موثقة من الأمم المتحدة، منظمة الصحة، كثير من المنظمات المهتمة بالشأن اليمني، وإضافة إلى ضعف البنية التحتية الصحية لمواجهة الأمراض، فأعتقد أن اليوم إذا تفشى هذا المرض وكانت السجون أحد مصادره تتحمل هذه الحكومات وهذه الأطراف المسؤولية أمام الشعب اليمني بأكمله، ستتحول إلى أحد المتسببين بل القتلة الفعليين الذين سيسقطون أو سيتأثرون بسبب هذا المرض، خاصة
واليوم هنالك نداءات ليس إلا من سام، هنالك اليوم عبرة وعظة، هناك نداءات دولية، هنالك نداءات حقوقية، هنالك أفعال تقوم بها الحكومات على الأرض من خلال الإطلاق السريع والحجر إلى غير ذلك. وبالتالي أنا أعتقد أن اليوم تفعيل صوت العقل وتقديم الجانب الإنساني هو الأهم في هذا الجانب لتجنيب اليمن لا سمح الله أي كارثة ربما قد تصيبها بسبب لا سمح الله أن انتقل هذا المرض بصورة أو بأخرى إلى داخل الأراضي اليمنية. أنتم كمنظمة سام للحقوق والحريات طالبتم أيضا الصليب الأحمر ومكتب المبعوث الأممي ومنظمة الصحة العالمية للضغط على هؤلاء الأطراف للإفراج عن المعتقلين في هذا الظرف. هل يمكن فعلا لهؤلاء ولمكتب المبعوث الأممي والمبعوث الأممي خصوصا أن يلعب دور في إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين خصوصا في ظل هذا الظرف الاستثنائي وبعيدا عن ستوكهولم؟ بالفعل على الأقل اليوم مكتب المبعوث الأممي هو يشرف على إدارة المفاوضات بشأن المعتقلين، وأعتقد كان هنالك جولات وكان هنالك تباشير إلى غير ذلك. أعتقد اليوم بإمكانه أن يعقد جولة مستعجلة ويضع الأطراف أمام الأمر الواقع بما بالاشتراك مع الصليب ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، وأعتقد أن هذا الضغط قد يؤتي أكله. اليوم نحن أمام مفترق طرق تاريخي في حقيقة الأمر، وأيضا الطرف حتى من الناحية السياسية إذا تركنا الجانب الإنساني، اليوم من سيبادر سيكسب على الأقل من الناحية الإنسانية والاجتماعية وتغيير صورته لدى الناس. المعركة اليوم معركة إنسانية كما قلت لك، لكن لها أيضا حتى وفق حسابات الأطراف اليوم الموجودة على الطاولة بإمكانها. اليوم نحن عندما نتحدث عن الصليب الأحمر ومكتب المبعوث نحن ربما يحلون الإشكالية المتعلقة ببعض المعتقلين الذين لديهم أهمية سياسية أو عسكرية لدى طرف من الأطراف، يمكن هؤلاء أن يتم الإفراج عنهم ويستقبلهم الصليب الأحمر أو منظمة الصحة العالمية ووضعهم ضمن حجر معين يتوفر فيه شروط السلامة الصحية إلى غير ذلك. لكن هذه الأطراف بالفعل قادرة، اليوم المجتمع الدولي قادر أن يضغط بصورة قوية، لأن الآن المناورة أصبحت ضيقة، إما أن نتقدم خطوة إلى الأمام وإما أن نتحمل آثار هذه الكارثة لا سمح الله. نعم، ومراهنتنا على حكومة شرعية معترف بها دوليا. إذا أشكرك مدير منظمة سام لحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي، كنت معنا في هذه الحلقة. ووصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من زوايا الحدث، كما أشكر الزميل المعد لهذه الحلقة ماهر أبو المجد، شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.